رز السمك الاحمر الخطير، حلو جدا جدا، سهل قوي، موجود طبعا في المطاعم وطعمه لذيذ، والله يا جماعه سهل قوي تعمليه مع السمك المشوي، مع السمك المقلي، هو طبعا احلى واحلى مع السمك المقلي، وطبعا مع صينيه الجمبري اللي احنا عاملينها. المشوي بنعمل معاه الرز اللي هو الابيض، لكن لو بتحبيه تاكليه مع اي حاجه هيبقى حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم. عباره عن ايه بقى؟ تقريبا كوبايتين من الرز، الرز المصري العادي بتاعنا. هحتاج بصلايه كبيره او بصلتين متقطعين صغير قوي، تمام، خليها بصلايه كبيره حلوه كده متقطعه صغير، ومعايا معلقه من معجون صلصه الطماطم، ملح طبعا، رشه كمون، رشه فلفل اسود، معايا كمان يعني رشه قرفه تافهه قوي كده، فاهمين، حاجه كده يعني طياري هنحطها على الرز، ومعايا فلفل الوان متقطع صغير خالص، ده بقى بيبقى حلو جدا برضو معاهم زي الرز اللي بيتقدم في المطاعم، هيعجبكم قوي. شويه كده يعني حتتين كده من فلفل الالوان عندك، قطعيهم صغير جدا وبس، خلاص مش اسهل بقى من كده. ادي الحله اهو، بس انا بقى سخنتها بقى دلوقتي عشان ما نقعدش لسه نستنى لما الحله تسخن. شويه زيت كده اهو، مش عارفه ليه يعني اسخن الحله تقوم تحرق الاكل، طب اخليها بارده نقعد ساعه نقلب، فبصوا انا بقى ايه، بقيت مش عارفه اعمل ايه. ايوه بصل بقى الاول، الله على ريحه البصل وهو بيتشوح، يعني اكتشفت ان واحنا عيال صغيرين بقى لما كنا بنرجع المدرسه نطلع بقى نجري بسرعه وجعانين وعايزين نتغدى ونشم ريحه اكل وبتاع، ده هي ريحه الحاجات اللي البصل وهو بتشوح، التومه وهي بتتحرقين، هي دي بتبقى قلبه الدنيا كده اهو. ماشي يا استاذ طه، فلفل الوان كده اهو، نشوحوا مع بعض، اديهم بقى رشه ملح ورشه فلفل اسود كده، يساعدوا ان ايه البصل مع الفلفل الالوان يدبل اكتر يعني كده، ونقوم حاطين معجون صلصه الطماطم كده اهو، نقلب بهذا الشكل الظريف، وعندنا بقى ايه الكمون، وزي ما اتفقنا رشه قرفه خفيفه جدا، بصوا يا جماعه يعني اللي هو ما تحطوش قرفه، فاهمين، رشه قرفه خفيفه لدرجه ان انتوا ما تحطوش قرفه. بس كده نقلب، سلام، ونقوم حاطين الرز كده اهو، وميه سخنه بقى طبعا، وايه ونسوي الرز بالطريقه المعتاده العاديه، وهندوقه بقى عشان لو محتاج ملح، لان احنا ما رشناش غير رشه واحده بس كده على البصل والفلفل الالوان، فممكن يكون محتاج طبعا ايه ملح اهو، ميه السخنه تغطي الرز كده، اول ما تغطي الرز كده تسيبيها على نار عاليه لغايه لما يتشرب الميه دي كده تتشرب، نقوم قافلين الحله مغطينها وموطين النار اوطى حاجه لمده ربع ساعه وبس، خلاص بتبقى ظريفه، واحنا طبعا محضرين اهو الرز مستوي وظريف جدا جدا. اذا بس اغير الجلوفزات واغرفه في الطبق الحلو ده نقدمه مع بعض، وصفة سهلة جدا جدا زي رز المحلات بالظبط، بنقعد ناكل كده الرز ده ونقول ايه ده، هم حاطين ايه، هم عاملينه ازاي، طب هو ايه الحاجات اللي مشوحينها، بس هو اللي انا عملته ده، ان شاء الله يعجبكم. لمي كده اشيائي دي، نجيب الطبق الحلو ده، ونجيب فين المغرفة بقى يا جماعة، مش حاطين لي المغرفة، احط بايه بقى، احط بدي، ماشي اهي.
تعالى يا رز يا حلو، يا سلام عليه وعلى حلاوته كده، وريحته كمان تجنن كده اهو. ان شاء الله يا جماعة تجربوه، هتلاقوه زي اللي بناكله في محلات السمك بالظبط، خطير.